شوفوا راه براسلي ديال الاكس حلقات مع البوندونتيف كبيره، الثمن ديالو اللي هو 1,012,000 ريال 10,600 درهم. سي علي مرحبا، الله يحفظك، انا غادي نوريك الحويقات البنات. 10,600 درهم اللي هي 1,012,000 ريال، اللي بغاو يدير لهم سكرين ومرحبا. 1,012,000 ريال اللي بغا، ها هو البغاسلي خطير، حلقات زوينين، بوندونتيف مضوبله، 10,600 درهم اللي هي 1,012,000 ريال. وبالنسبه عندي واحد جوج بغاسليات، ها هما كاينين، هادو ب 5,400 درهم، هادو ب 5,400 درهم اللي هي 108,000 ريال. هادو خلاص راه قياس كبير، 5,400 درهم 108,000 ريال 520 اورو. هادو جوج بغاسليات كيجيو على تشكل 5,400 درهم اللي هي 108,000 ريال 108,000 ريال. كاين هاد البغاسلي تا هو هذا الثمن ديالو اللي هو 76,000 ريال، هذا الثمن ديالو اللي هو 76,000 ريال، وهذا الثمن ديالو اللي هو 5,400 درهم 108,000 ريال. جوج بغاسليات ميزات واعرين اللي جاهم الاول بصح راه قياس كبير 21، وهذا الثمن ديالو اللي هو 3,800 درهم 76,000 ريال 76,000 ريال. وكاين هاد البغاسلي هذا الثمن ديالو اللي هو 3,300 درهم 66,000 ريال 330 اورو. وكاين هذا ب 50,000 ريال اللي هي 2,500 درهم 2,500 درهم اللي هي 250 اورو. هذا البغاسلي هو كيفاش كيبان لكم، 2,500 درهم اللي هي 250 اورو. اما هذا راه الثمن ديالو 3,300 درهم 3,300 درهم اللي هي 66,000 ريال 330 اورو. بالريسي اختي سوزو مرحبا. وكاين هذا الثمن ديالو اللي هو 3,800 درهم 380 اورو 76,000 ريال. وكاين هادو ب 5,400 درهم اللي هي 540 اورو 540 اورو. اللي عجباتو يدير السكرين ومرحبا. اما هادو راه الثمن ديالهم اللي هو هادي الثمن ديالو هو 76,000 ريال اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. وهادي الثمن ديالها ب 66,000 ريال 3,300 درهم. وكاين هاد الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 ديغام اللي هو 3,000 درهم 60,000 ريال. واللي عجباتو اي حاجه معلي غير يتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. عطيني لي زونسومبل دابا، هادو دي غورميت راه بروموسيون 370 في هادو و 380 في هادو، هادو 370 وهادو 380 باش تكونوا عارفين. هادو بروموسيون اللي بغاهم، هادو 380 درهم هادو خلاص، هادو 370 درهم اللي بغى شي حاجه على راسو العين. هادو 380 هادو ديال الاس. كاين هذا اونسومبل ديال شانيل، اونسومبل ديال شانيل اللي كيجي هائل، بقى لنا واحد منه، الثمن ديالو اللي هو 16,000 درهم 1,120,000 ريال. كيجي البغاسلي ديالو اللي على تشكل فيه شانيل، انا مع وسيم والله حتى ربحت ناس، الله يعمرها طا، وربحت ولدي وسيم الله يخلي لولادي هنا نتعاون اخلاق. الله يحفظك اخالتي ام خالي، الله يحفظك، الله يسهل عليك، الله ينورك، والله الا اللهم لك الحمد. وسيم بلوك داكشي اللي غنديرو، راه بلوكيت والله الا يسمحوا لنا، وراكم عارفين كل واحد كيفاش داير. هذا الثمن ديالو اللي هو 16,000 درهم 1,120,000 ريال، ليفغيزون غراتوي على الريما. هذا الثمن ديالو اللي هو 1,120,000 ريال هي 16,000 درهم. هذا غزال كتشوفوه، ها الخاتم ديالو كيفاش داير، يلاه بارطاجيو معنا. هذا الخاتم ديالو اللي غزال، الحلقات والسلسله والبوندونتيف شي حاجه هائله. الثمن ديالهم اللي هو 16,000 درهم 1,120,000 ريال 1,120,000 ريال اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا. 1,120,000 ريال راه غزال هذا الموديل، شي حاجه خطيره. 1,120,000 ريال. هذا الثمن ديالو، هذا الثمن ديالو اللي هو 1,190,000 ريال. هذا غورميت فيه 1,190,000 ريال ديال الجاكوار. ها هو الخاتم ديالو كيفاش كيبان لكم، الثمن ديالو الخاتم هو كيفاش كيبان، لا غورميت، الحلقات والكولي ديالو كيفاش كيجي 1,190,000 ريال. وعليكم السلام السي اسماعيل مرحبا، 1,190,000 ريال. السي مروان مرحبا، المحل عندنا حنا في مكناس برج مولاي عمر، 1,190,000 ريال. ها لا غورميت، ها لا شين ديالو خلاص، هذا راه كولي، 1,190,000 ريال. الحلقات كيبانو كيفاش كيبانو لكم، دقيق لين
الثمن ديالهم اللي هو بمليون ومية وتسعين الف ريال، شي حاجة هائلة وزوينة وثمن جد مناسب، مليون ومية وتسعين الف ريال. ها هو اللي بغى شي حاجة يدخل عندنا سيغ واتساب ومرحبا. الثمن ديالو هانتوما هاد الموديل هذا، ارشي باص حيد صافي غير بالحسافة وانا كنزيد نقرب هذيك المسافة. ديرو مور ديالو هذا الثمن ديالو هانتوما اسمحوا لنا كاين ترحيب السي عثمان مرحبا. هذا الثمن ديالو اللي هو 10000 هذا الثمن ديالو اللي هو 11500 درهم. هانتوما كيفاش كتبان لكم البغاسلي ديالو 11500 درهم اللي هي مليون و30000 ريال، مليون و30000 ريال. ها البغاسلي ديالو كيفاش كيبان زوي هو شي حاجه خطيره، مليون و30000 ريال. هاد السلعه راه غزاله، الثمن ديالها اللي هو مليون و30000 ريال 11500 درهم، 11500 درهم. اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا. داك البغاسلي واخا خاصك تكونفيرما تماكسيد ولا مازال ما ردتش عليك؟ ار ام بي. هذا الثمن ديالو اللي هو 11500 درهم، عطيني خاص متا هو 11500 درهم اللي هي 130000 ريال، مليون و30000 ريال اللي هي 1000 عرفتي تعطيك كان يقول 11500 درهم اللي هي مليون و30000 ريال. اونصومبل اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا. وكاين هاد لونسومبل هذا تا هو هائل، الثمن ديالو خويا هذا بشحال سنسلو حلقه بوحدو فين هما الحليمه ما عرفتهمش. هذا الثمن ديالو اللي هو 13000 درهم 13000 درهم مليون و60000 ريال. هذا الثمن ديالو اللي هو مليون و60000 ريال مرحبا لالا سمارا مرحبا بك. الثمن ديالو اللي هو مليون و60000 ريال كيجي بغاسلي. ها البغاسلي ديالو كيفاش باين، ها لونسومبل كيفاش داير، مليون و60000 ريال اللي هي 13000 درهم، 13000 درهم اللي هي مليون و60000 ريال. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب مرحبا. مليون و30000 ريال اللي هي 13000 درهم. هذا راه بروموسيون الثمن ديالو اللي هو مليون و60000 ريال كيجي غزال وهائل. لالا اسماء مشال الام خليل الميساج هو اللي مشتوش، مليون و60000 ريال اللي هي 13000 درهم 1300 اورو. انا معاكم، انا اي حاجه بغيتو على راسي عندي ندوز لكم داكشي اللي بغيتو. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 10500 درهم. لالا اسماء شنو الميساج ديالك ما شفتوش غير كوبي وكولي باش يبقى يبان. الثمن ديالو اللي هو 10500 درهم اللي هو 10500 اللي هي مليون 10000 ريال 1050 اورو كيجي بغاسلي هكا، بغاسلي زوي هو شي حاجه الصح والعمل وفيه بغاس خاتم على هذا الشكل. هذا الثمن ديالو اللي هو 10500 درهم 1050 اورو كيجي غزال. هذا الموديل 1050 اورو ثمن راه جد مناسب. يلا بارطاجيو معنا اللايف وشكرا للجميع على البارطاج. الثمن ديالو اللي هو 1050 اورو 10500 درهم 10500 درهم. اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا. 10500 درهم اللي هي مليون و10000 ريال راه الثمن ديال لا بروموسيون. اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا. الديزاكسيسوار ديال الرجال ما عندناش. السي اختي العلوي مرحبا ولا خويا. 10500 درهم اللي هي مليون و10000 ريال. عطينا لي بغاسلي، عطينا لي بغاسلي تخي شيك. الله يحفظك لاله صباح، تبارك الله عليك ومرحبا بك. كاين هذا ديال الفانكليف 4900 درهم اللي هي 490 اورو ديال الفانكليف 4900 درهم. اللي بغى يدير له سكرين مرحبا. كاين هذا ديال مليون و10000 ريال، هذا بمليون و10000 ريال، هذا هائل. هذا البغاسلي هذا بمليون و10000 ريال ادوروميين. كاين هذا ديال 7500 درهم، هادو كاملين غنديروا دابا فيهم بروموسيون. زيدنا هذا هو بالنسبه لهذا، والخاتم ديالو ب 5000 درهم. الخاتم ديالو اين انت يا الخاتم؟ جمعتي الخاتم ديالو؟ المهم هذا كان عندنا في الميزه داك النهار، السيده ما كونفيرماتش معايا اللي جا الاول بالصحه والراحه. هذا ب 5000 درهم هو الخاتم ديالو، فوريناه لكم. اما بالنسبه لهذا راه بروموسيون 7500 درهم، وهذا ديال مليون و10000 ريال راه بروموسيون. الثمن ديالو بروموسيون اللي هو بمليون دابا اللي هو ب 10000 درهم، وهذا راه ب 4900 درهم اللي هي 490 اورو، وهذاك ديال 7500 درهم. ها هو ديال 7500 درهم، هذا بروموسيون. هذا كان مليون و10000 درهم بمليون، هذا كان ب 8500 اليوم ب 7500، اما هذا راه كان ب 5500 راه 4900.
اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص مرحبا. وسيم بغات يغمر دماز دماج ما بقاوش ام خالي لا اه عطينا الشتله ديال السبعه الاخر اللي فيها سامبل وتزوق هذا 7500 درهم مليون 10000 درهم هذا 4900 درهم لي 490 اورو. ها هما عاوتاني واحد الموديل واحد اخرين ها هما نوريكم هذا ب 18600 درهم 18600 درهم ليا 1860 اورو 18600 درهم فيهم 7 ديال اللي بغاسلك 7 ديال الخيوط 18600 درهم واش مزيد نقصر الثمن مازال طالع لا ما طالعش انا عارف شحال السلعه كيديروا لها الثمن ديالي هو 18600 درهم هذوك صافي قدهم باش ما تخبجوش 18600 درهم ليا 1860 اورو دبالج مخرمين كاينين لا هند هادو 18600 درهم اللي عجبهم يدير لهم سكرين ومرحبا 18600 درهم 7 خيوط اللي بغا 3 مرحبا بغيتي 4 مرحبا 5 6 7 اللي بغاهم مرحبا هادو الدوره ديالهم اللي هي 21 الثمن ديالهم اللي هو مليون و 18600 درهم 1860 اورو عطيني هذاك البغاس اللي تخرم 1860 اورو اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا هادو 7 ديال الخيوط شي حاجه غزاله بثمن جد مناسب ها هو رائعين هاد لي موديل اللي بغاو ندير لهم سكرين ومرحبا ها نتوما كاين هادو ثلاثة هادو الثمن ديالهم اللي هو 14000 درهم مليون و 80000 ريال 1400 اورو هادو ثلاثة ديال البغاس اللي هي الثمن ديالهم اللي هو 14000 درهم هادو الصح والعمل شي حاجة غزالة شي حاجة بالثمن جد مناسب الثمن ديالهم اللي هو 14000 درهم مليون و 80000 ريال ها نتوما كيفاش كتشوفوا اختمها مع الخاتم ديالو ما حاضرش حدايا مي راه كنت دوزت شوف اللايف اللي قبل من هذا كان هميزه الاولى لي الاولانيه ب 5000 درهم يعني السيده ما كونفيرماتش معايا وصافي دابا يعني صافي كدوزوا شي كتكون البروموسيون كدوز خمسه السوايع يعني خصني نحطو في اللايف هذا الثمن ديالو اللي هو 14000 درهم مليون و 80000 ريال 1400 اورو 1400 اورو هادو تا هما ثلاثه عندنا الثمن ديالهم اللي هو 14000 درهم مليون و 80000 ريال 1400 اورو تقريبا اللي عجباتو يدير السكرين ويتواصل معنا سوغ واتساب ومرحبا 14000 درهم مليون و 80000 ريال بروموسيون غزاله بثمن جد مناسب ان شاء الله ومرحبا 14000 درهم ليا بمليون و 80000 ريال ها هو غزاله هذا الموديل اللي جالو الاول بالصحه والراحه ومرحبا اختمها غير دخل عندي الواتساب ديجا راه كنت قلت للناس ما بقاوش يسمحوا ليا مي راه دابا راه ما كونفيرماتش معايا السيده ومرحبا بكم كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 13000 درهم مليون و 60000 ريال 1300 اورو 1300 اورو اللي هي 13000 درهم اللي عجباتو يدير لها سكرين ومرحبا 13000 درهم مليون و 60000 ريال 1300 اورو شي حاجه غزاله بثمن جد مناسب اسمع لي بغاس مثلا راني راسي سخن الثمن ديالو اللي هو 13000 درهم مليون و 60000 ريال 1300 اورو اللي عجبو يدير لهم سكرين ومرحبا و 1000 مرحبا بكم مية 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 دا 13000 درهم ليا مليون و 60000 ريال 1300 اورو هاك هاك السي ايكو انا نعاونك هي جلس وارتاح ليا هذا 14000 درهم هادو 18600 درهم 18 7 ديال الخيوط 18600 درهم اللي بغاهم يدير لهم سكرين ومرحبا يلا بارطاجيو معنا اللايف ها هو البغاسلي بعدا ها هو البغاسلي اختي ما ها هو البغاسلي فهمتي ها هو الدوره 18 ها هو لا ماشي هو هذا الخاتم ديالو الخاتم ديالو كيشبه لهذا كيشبه لهذا ما عرفتي فين حطيته والله ما عقلنا المهم الا بغيتي راه عندي وقيله لا فوتو ديالو اولا دخل اللايف القديم هاكا امي انا اللي ما عنديش خيط لا لا غيتا تحيه ليك مرحبا بك الله ها انت هذا 18600 درهم ان شاء الله دابا ديري انت الخيوط كاملين ان شاء الله لا مرحبا كلشي عيا ام خالد والله الا كلشي دقدق راك عارفه الشتا عندنا هنايا والبرد حنايا هما الوحيدين اللي في مكناس ما مستافدين من حتى حاجه مستافدين من البرد وهذا ما عندنا بحر نمشيو له ما عندنا ثلج يطيح علينا ايه يا سي ايكو هاك هاك السي ايكو تبارك الله عليك انا كنموت على البلدي خصوصا راتكو موجوده ما بغيتيش تقول لي شحال راتكو 370 370 اختي الغرام السي مجاوب حكيمه على راتكو 370 حنا عطيناكم الثمن اللي بغى شي حاجه مرحبا يلا مدنا شي بغاسلي السي ايكو والله شفت لك الصحيحة انت هيحشي شي حاجة هذا ب 5500 درهم هادشي ما نايفك الله يحفظك الا وردة الله يسهل عليك هذا الثمن ديالو
هذا الثمن ديالو هو 5500 درهم 110000 ريال 500 اللي عجبك تقرا لي بغيتي خويا سويتك اختي زوجته يحيى والله ما بان لي الميساج ديالك 5500 درهم 110000 ريال 550 اورو اجي خويا القنيطه مرحبا بكم تاو الاهل الجميع مرحبا والف مرحبا الله يحفظك اختي خديجه الله يبارك فيك تنسوا ما لزيتو المكنس على الراس ولا هذا الثمن ديالهم اللي هو 5500 درهم اللي هي 110000 ريال 550 اورو 550 اورو هذا الموديل كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم 160000 ريال 800 اورو كاين جوج براسليات ب 5000 درهم هادو جوج دو براسلي ب 5000 درهم اللي هي 100000 ريال 500 اورو كاين ديال شانيل دابا الثمن ديالو اللي هو 12500 هادو الثمن ديال انا خويا عطيني غير باش نرد الدين كان كيسالني في الدار شي عام دابا الله يسهل على الجامعة اخويا محمد الله يحفظك والله يسهل عليك اخويا هذا الثمن ديالو اللي هو 12500 درهم 1,050,000 ريال 1,250 اورو 1,250 اورو هادو ديال شانيل هائلين هادو راني عجبناهم تاهما راه كيتمشاو بزاف بغيتي واحد مرحبا جوج مرحبا ما كاين حتى مشكل كاين هاد الموديلات هادو ديال الاكس الثمن ديالهم هو 9500 درهم بلس 10000 درهم الثمن ديالهم هو 9000 درهم اللي هي 950 اورو اللي عجبهم يدير لهم سكرين ومرحبا 9500 درهم اللي هي 950 اورو فيهم ثلاثه ديال اللوينات اللي عجبهم يدير لهم سكرين ومرحبا به وكاين هادو خلاص 13000 درهم 1,060,000 ريال 1,300 اورو وبالنسبه لهادو جويجات حتى هما هادو جويجات الثمن ديالهم اللي هو 5000 درهم 100000 ريال 500 اورو وهذا الثمن ديالهم اللي هو 8000 درهم 160000 ريال 800 اورو كيجي صحيح شي حاجه زوينه وثمن جد مناسب اما بالنسبه لهذا البلدي راه الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم 110000 ريال اللي هي 550 اورو للعواطف الله يحفظك مرحبا والف مرحبا بك البراسلي ديال كلي البراسلي الاكس ديال الاكس ديال الاكس اللي ديتي انت يا اختي سمراء راه ما فيهش الحجر هذا راه فيه الحجر الا بغيتي هذا ديال شانيل ديجا يا ربي امين الله خديجه الله يحفظك خاصني ديال الرجال لا ما عندي شي اخي بصاو شحال هذاك النبال الكبيره الدواره ما عرفتهاش والله ما عرفتها فين هي البراسلي ديال الزوج ها هما اختي ديال الزوج ها هما 5000 درهم 5000 درهم اللي هي 500 اورو واحد السيده كتبات ليا دابا قوت لي ميساج ما قريتش ماشي قريت الميساج ديال قريت الميساج ديالها وما فهمتش شنو هو قلت لها مرحبا لالا قلت لي ويلي 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 شحال فيك ديال الهضره وقلت لي وانا ما كنتيش تجاوبني حتى على جوج كلمات هي كتبات لي السلام عليكم كتبات دخلات على داك بركت على واحد اللين وكتكتب بوحدو واحد الكتابه كتكتب وسيم بيجو تغي السلام وصافي هادشي اللي كيتكتب وكيتصيفط هذاك الميساج اوتوماتيك قلت لي ويلي 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 شحال فيك ديال الهضره قلت لي الميساج ما قدرتيش تجاوبني عليه وسيم اجيل تيتوا مرحبا البحر اللي عجبك ديالك انت وعائلتك والله الله يحفظك اختي وصال الله يسهل عليك والله يكبر بكم كامل انتما اللي جيتوا المكناس والله يلا على الراس والعين ومرحبا والف مرحبا بكم والله يلا مرحبا بكم بغات تقول كاع عاش الملك يكون عيشي شي بريك ولا عاوتاني قديم هادو الثمن ديالهم اللي هو 5000 درهم 100000 ريال 500 اورو السلام عليكم خويا بغيت ندوز ابراز ليه تقول لي زعما ما تحب عيوس عاد في ام القرى بسم الله الرحمن الرحيم عاد بالله مشيت الراجل شادشي شادشي دق وهرب اختي امين احمد ما شفت الميساج ديالك واش ممكن توري خاتم الزواج لي موديرن دابا وريتهم اختي اكرام كبيره راه كاملين موديرن حاول اصاحبي شويه هذا ما ياك الدرماك سراطه وهي السينيا وسمحوا راه عندهم نمره التليفون ديال غايسون كوميت البنان كوميت البنان راه كاين ديال 1700 عندك كولي بلدي عندي الكولي بلدي عندي كاين موجود تبارك الله عليك السي ايكو لي زونسومبل لا سنا دوزناهم هادوك 9500 درهم ليا ايكون غير رابع ياك ها هذا سي رابع 9500 درهم ليا 950 اورو
9500 درهم هي 950 اورو. الله 9500 درهم هي 950 اورو. ها قول لي شنو بغيت. الو اشنو؟ مرحبا لو جيتي على السنسة واش بوحدك؟ شكون الناس؟ مولين الدار؟ ايوا ولا دخل بلا ما تهضر، راني داير اللايف، غنحل لك الباب بلا ايوا ما تهضرش، راه تسمع في التلفازة، خليني لا ماشي، عين سالي قول له عين سالي بلا ما سالي. وانا غنسالي واحد 10 دقايق وغنسالي. وسلام عليكم. قالك شي 10 دقايق ويسالي. ها انتم كاينين واحد السنيسلات. كونطابلي. ها انتم شوفوا ها كونطابل. هذه الثمن ديالها اللي هو 38 سمحوا لنا 38 الف ريال. قول لي ايش على جوز بليز ليت. السلام عليكم اخويا دري خطا اقول لك قول لي ايش على جوز بليز ليت. والله ما فهمتك هاي امين او كتبتي بالعربيه والله ما فهمتها. هذه الثمن ديالها اللي هو 38 الف ريال 1900 درهم 1900 درهم اللي هي 190 اورو 190 اورو هذا الموديل. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 2000 درهم 40 الف ريال 200 اورو. خليت لك مون ديو سي ايكو ها كيضرب لاكاجو مع راسو جبناها هنايا كلي ثلاثه الحبات هبط على كلشي 1700 مطحانه 1700 درهم اللي 34 الف ريال 170 اورو. خازم ديال اناناس اختي هند ما حطوش حدايا باش نوري لك 1200 درهم. كاينه هذه 2400 درهم ديال العنق هذه خرجتها ب 2400 درهم. ما عمرك شفت واحد كيشرب المونادا في البرد هو هذا 2200 درهم هذا الموديل هذا اللي هو 220 اورو 44 الف ريال. وشي بساية كان ابوك صالحة حب الله فين هي اصاحبي دايما داير المشوع ها انتم هاد لي موديل هادو ها انتم اللي بغيتي حاجة يدير لها سكرين ومرحبا. لا لا سارة مرحبا مرحبا بك سان خويا بغيت تغيب راسلي تدوز واش علته من تحب يويشي لا ايه واش كتهضر بالشينوية واك واك اشنو اختي ما شفتش الميساج ديالك اجمع اجمع يا بني اجمع بغيتي تتزوج الا شنو قالك باغي نتزوج قالك بغا يشب براسلي ولا ما عرفت هكا تهدي الله اختار جميع اللغات الا يكون خليت لك مونديو ايوا راه ما بقاش خدام 3900 درهم اللي هي 390 اورو هاد لا غورميت ديال العنق شي حاجه زعما يكون فيه كيت انت كاين انا في مكناس برج مولاي عمر بغى البغاسلي والبغاسلي راه دوزناهم الا بغى شي بغاسلي يدخل للبريفي. وصلنا لنهايه الحلقه وشكرا للجميع على البارطاج ديالكم وعلى المساندات ديالكم. ماشي اختي ميرسي ما شفت الميساج ديالك تحيه لك اختي كي دايره لاباس عليك بخير مالي الدار كلشي هانيه مرحبا والله ما شفت الميساج ديالك. لا زهرة مرحبا. المهم الله يسلكم.